السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل الكانيلوني. طبعا الكانيلوني وصفه اساسي في رمضان، هعملها لكم بطريقه بسيطه خالص، وهعمل لكم مقادير الكانيلوني اللي تطلع معاكي مظبوطه زي ما انت شايفه كده، مش هتتقطع منك خالص وهتبقى طريه وتشكليها زي ما انت عايزه. تعالوا نشوف عملتها ازاي. بس قبل اي حاجه هنسمي بسم الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انت شايفين كده تحفه، ان شاء الله هتعملوها وهتعجبكم جدا. هنا مقادير الكانالوني. اول حاجه هنعملها كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من الحليب، وهو بيضتين. وعايزه افكرك يا ريت لو اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وتدعمي الفيديو باللايك. اول حاجه هعملها الكانالوني. طبعا زي ما انتم شايفين نزلت بالبيضتين هنا في الوعاء بتاع الهاند بلندر، ممكن تعمليها في الخلاط عادي خالص. وبالنص كوبايه من الحليب، ونص كوبايه من الحليب ما تكونش ولا سخنه ولا ساقعه، تكون بدرجه حراره المطبخ عادي خالص. وهنا ضفت حوالي ربع معلقه صغيره خالص من الفلفل الاسود، وملح على حسب التذوق عندك، ومعلقه كبيره من الزيت. بس كده دي مقادير الكانالوني، سهله خالص وبسيطه. هبتدي الاول اضرب البيض مع الحليب بيمتزجوا مع بعض، بعد كده هنزل بالدقيق وهضرب الخليط كويس قوي علشان يبقى قوامه سايق ناعم خالص، مفهوش اي تكتلات. اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا زي ما قلتلك ممكن تستبدلي الهاند بلندر بالخلاط. وده قوام الكانالوني معايا، ولا تقيل ولا خفيف. وهسيب عجينة الكانالوني حوالي ربع ساعة ترتاح، علشان لما تفرديها وتشكليها في الطاسة تبقى سهلة معاكي في الفرد. ودلوقتي هبتدي ان انا اعمل الحشو. هنا ضفت حوالي معلقة كبيرة من السمنة او اي مادة دهنية تفضليها، وبصلاية متوسطة مبشورة، هشوح البصلة كده زي ما انتم شايفين لحد ما تغير لونها. بعد كده هنزل بحوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة. بس كده هقلب اللحمة كويس قوي مع البصل لحد ما اللحمة تتغير لونها. وهنا اضفت الملح، علشان الملح بيساعد ان اللحمة تتفكك، ما تبقاش متكتلة معاكي وانتي بتعصجيها. بس كده اللحمة اتغير لونها ودخلت على التسوية. هنزل عليها هنا معايا جزرة متوسطة مبشورة، ومعاها فلفل اخضر. فلفل اخضر حامي، ممكن تستبدليه فلفل اخضر حلو عادي، وممكن تضيفي اي حاجه، اي خضار انت تحبيه وتفضليه في الحشوه، بتبقى طعمها حلو. وهنا ضفت معلقتين كبار من الصلصه. بس كده هقلبهم كويس قوي مع بعض. خلاص كده الحشوه جهزت معايا، بس لسه عايزاها تتسبك شويه على النار. هضيف لها التوابل وهغطي عليها واسيبها شويه على النار. التوابل بتاعتها فلفل اسود ورشه بسيطه من السبع بهارات بس كده، واحنا طبعا كنا حاطين الملح في الاول. خلاص هقلبها تقليبتين وهغطي عليها وهسيبها تتسبك على النار على نار هاديه. وهنا لحد ما اللحمه تتسبك على النار هنكون بنعمل الكانالوني. هنا معايا طاسه حطيت فيها حوالي معلقه صغيره من الزيت ودهنتها كويس. بعد كده نزلت بعجينه الكانالوني كده زي ما انت شايفه، اي سهله خالص في الفرد. واول ما تحسي ان هي مسكت نفسها كده من تحت ونشفت، هتروحي قلباها على الوش التاني، والنار هنا تبقى معايا متوسطه ما تكونش عاليه خالص. هعمل الكميه كده بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين. ولو لقيتي عجينه الكانالوني معاكي مسكت شويه او تقلت شويه، هتخففيها بحوالي ربع كوبايه من الميه او معلقتين كبار من الميه، او زي ما انتم شايفين عجينه ناجحه وسهله خالص. بصوا الطريه وتتشكل زي ما انت عايزه. كده خلصت كميه الكانالوني اللي كانت معايا كلها بنفس الطريقه اللي شفتوها معايا، واللحمه كمان اتعصجت او اتصلصلت. هنبتدي دلوقتي اعمل البشاميل. معلقتين كبار من السمنه، ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق لحد ما الدقيق اتغير لونه وبقى بالشكل اللي قدامكم. نزلت عليه بنص لتر من الحليب، وبالتقليب المستمر لحد ما البشاميل يتقل معاكي. واعتمدي طريقه البشاميل دي، بجد تحفه ومع عمرها ما هتكتل معاكي. شايفه قوامها ناعم خالص، والحليب يكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش ولا ساقع ولا سخن. خلاص كده البشاميل تقل معايا زي ما انتم شايفين. نزلت بالملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود،
وخلاص كده البشاميل استوى خالص معايا، هرفعه من على النار. بص قوامه تحفة. ودي عجينة الكانالوني معايا، شوفوا ادتني كمية كبيرة، يعني كوباية من الدقيق عملت لي كمية كبيرة قوي من الكانالوني. هنعمل بيهم صينية كانالوني يعني حلوة معقولة. دلوقتي انا ضفت في القاع بتاع الصينية شوية بسيطة من البشاميل، وهبتدي ان انا اشكل دلوقتي الكانالوني مع بعض. زي ما انتم شايفين هنا ضفت اللحمة من اللي احنا معصجينها مع بعض كده بالطريقة دي، قطعة بسيطة كده في فراق الكانالوني، ولفتها على شكل الرول وحطيتها في الصينية، وهعمل الكمية كلها كده زي ما انتم شايفين. شايفين قد ايه طري وسهل في التشكيل. الكوباية دي واحدة عمل لنا صينية كبيرة من الكانالوني، يعني حلوة قوي وموفرة. وعايزة اقولك ان ممكن تستغني يعني عن البشاميل خالص لو مش حابة البشاميل في الكانالوني، وتستبدليه بالصلصة، صلصة عادية، صلصة زي صلصة المكرونة عادية، يعني تضيفيها كده على الكانالوني زي ما انتم شايفين بدل البشاميل. خلصت هنا الكمية كلها زي ما شفتم، وبعد كده نزلت بطبقة البشاميل الباقية فوق الكانالوني وفردتها كده بالشكل ده علشان يبقى كلها سطحها متساوي. بعد كده ضفت جبنة موزاريلا وجبنة شيدر، ميكس جبن يعني، وممكن ان تستعملي جبنة موزاريلا بس او ممكن ما تستعمليش جبن خالص. وهدخلها طبعا على الفرن درجة حرارة 180 في الرف الاوسط، ما بتقعدش كتير يعني، قعدت حوالي تلت ساعة. وبعد كده طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده شكلها، واطلع لكم كمان قطعة تشوفوها من جوه شكلها عامل ازاي. بجد حلوة جدا، جربيها بإذن الله هتعجبك. شايفين من جوه طرية وطعم البشاميل تحفة، والجبنة كمان مديها لها طعم. شايفين قد ايه تحفة، جربوها بجد هتعجبكم قوي بالشكل ده. لو عايزة المقادير كاملة هكتبها لك في صندوق الوصف، وكمان لو عايزة تعرفي مقادير الكريب، انا عاملة الكريب بالسبانخ وكريب الابيض العادي اللي بنشتريه من بره، وكريب بالسبانخ زي ما انتم شايفين شكله مغري للاطفال وكمان مغذي قوي. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. وكمان البيتزا لو عايزة طريقة البيتزا الصح اللي زي اللي بنشتريها من المحلات من بره، وكمان بصوص جبنة اقتصادي زي ما انتم شايفة صوص الجبنه، تحسي ان انت حاطه جبنه موزاريلا مش صوص جبنه قصادي خالص. عايزه تعرفي الطريقه برضو في صندوق الوصف هحط لك كل الروابط. وهنا دي فراخ بصوص جبنه اقتصادي برضو، يا ريت تشوفيهم وتجربيهم ان شاء الله هيعجبوكي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.